فهمتني. هو كانت بوانتيين كا معناتها جينيرالمون نعملو تو سكي فورماسيون اي ليرنينغ، نعملو زادا الوان تو وان كوتشينغ سولون البزوان وكل، كيلك سوا في الديفلوبمون ويب، ديفلوبمون موبيل، في الداتا ساينس وكل. اليوم ان شاء الله باش تكون الفورماسيون مع امنه اللي هي باش تفسر لنا اهميه الورد بريس، كيفاش نجمو نعملو سيت من الصفر حتى وكان ما عندناش دي كونيسونس في البروغراماسيون وكل. مانيش عارف انتم لهنا خدمتوا قبل بروغراماسيون، عندكم فكرة على الديفلوبمون ويب موبيل وكل، تنجموا اللي عمل ليفي لا مان تاع بكري نحا يعاود يعمل مرة أخرى كان أول مرة معناتها يخدم. شكون أول مرة باش يخدم سيت ويب ولا حاجة؟ خدمتوا قبل الكوداج؟ أوكي سهر. ان فيت اليوم ما انت باش تكون مع امنا انيسياسيون للديفلوبمون ويب باستعمال يعني الوورد بريس، وتحكينا على امبيت وكل. عسلامة امنا. Assalamu Ahmed, merci pour cette présentation. Marhaba Nice Gol. Donc Yuma باش نشوفو WordPress. علاش WordPress ميخو البوبولاريتي الكبيرة هذي في العالم الكل؟ دونك نشوفو قداش بورسنتاج نتاع لي سيت WordPress اللي ديجا يخدمو في العالم الكل. Voilà, والكونكورونس مع لي زوتر بلاتفورم ولا لي زوتر سي ام اس. دونك جو مي بريزونت ساعة إيمنا عميلي. Ingénieur en informatique, a une expérience plus que 5 ans, fait développement web spécifiquement, avec un background de cyber security aussi. Donc, l'expérience était dite Meloul en tant qu'intégratrice web, a dit qu'elle est développeur web full stack, ou le full stack intégré à WordPress. Il y a une arme création, tu as des plugins, ou elle a avancé même des moyens de paiement, etc. Donc, voilà, j'ai 26 ans, donc, Rit Felizy. Et voilà, c'est tout ce que vous pouvez savoir à propos de moi. Donc, مرحبا بكم من السكول. Et là, je me demande avant tout, شكون عنده حتى أدنى فكرة على WordPress ساعة؟ Qu'est-ce que WordPress؟ شنعملو بيه؟ Raise your hands. Merci. اللي هز بكري ينحي الهاند نتاعو يعاود كلب شي يزبر. Voilà, باش نعرف شكون عنده فكرة قديش من العبيد معناها باش نعرف النيفو اللي لازمنا نحكيو بيه باش الناس الكل نفهموا بعضنا. اون توكا احنا باش نبداو من الزيرو معناها حتى اللي ما عنده حتى كونيسونس ويبدا معانا من الاول اللي نجم يخلط علينا. دونك ايه احلام خاولة، vous avez bien une idée sur WordPress؟ نجم تحيو الميكرو تحكيو on peut interagir avec كانت نجم تبارتاجينا ليكرون خاطر بقات كحلة. Ok, je suis. T'as juste marqué moi en même temps. Aïe, Alright. Donc. Oui, il me faut marquer ta mouche là. Donc, très off l'écran TI, j'espère. D'accord, allez, Ahmed. Aïe, aïe. Voilà, je vous laisse mon saut comme Zeda. En tout cas, je ne vais pas la présentation. حتى اللي ما عندوش حتى فكرة سي با غراف، احنا بطبيعتنا معناها نبداو من زيرو، دونك حتى اللي أول مرة يسمع بيه باش يفهم أو موا سي كوا وورد بريس، شنو الكونسيبت نتاعو، فيش نستعملوه، وشنيا بلاصتو في المارشي. أورايت، دونك نبداو أحمد بريزونتاسيون. أي أي ليتس جو. أورايت، أي. ألوغ. Donc, c'est la présentation de Tiana, qui m'a raconté comment elle est arrivée. Je fais partie de l'équipe de Bridge. Yuma a une présentation à WordPress, je pense, sur l'équipe. Alors, je vais vous parler un peu de ce que je vais vous parler. Le menu, je vais vous parler de Yuma. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est le showcase website. Voilà qui m'a mis en français, site web vitrine. Donc, les avantages, Théo. Ou le chenille langage de programmation et l'installe pour développer un site web. B. Chose deuxième, je vais vous parler de CMS. Je vais vous parler de CMS. Je vais vous parler de CMS. Ou, bah, je vais vous parler de WordPress, qui est un des CMS. Les bénéfices et les disadvantages. WordPress, qui est une chose qui est une chose qui est une chose qui est une chose des bienfaits à Allah, qui est une des avantages. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sur WordPress
باش نعرفوا نقيموه ونعرفوا معناها علاش قاعدين نستعملوا فيه بالفاسون مهوله هذه في العالم. طبعا دي كنشوفوا دي شيفر اكسترا باش نعملوا also الكونكلوجن ما بين ووردبريس vs other CMS. معناها بشوفوا معناها كيفاش ووردبريس البوزيشنمون تاعو بارابور لي زوتر سي ام اس لي موجودين في لو مارشي اللي بيان ايفيدامون يخدموا برشا في لي بواد دو ديفلوبمون لي سوسيتي aussi le freelance. Alors là, d'une façon incroyable, on a le développement. Bah, dit que je n'arrive pas à la côté développement, il y a le côté avancé, choisir. Juste, je n'arrive pas à choisir, je tire le fait que la femme a des termes. Normalement, il y a des termes WordPress, il y a au moins des termes techniques. Et au moins, bah, dit qu'il y a un développeur à l'homme, ou il y a des termes, ou là où je viens des recherches à l'homme. Enfin, je vais vous partager la test practice, je vais vous montrer comment WordPress fonctionne, comment le back-end, comment on va essayer de créer un site web sans même de connaissances en informatique. Alright. Avec le menu maintenant, alright. So, what is a showcase website? Je vais vous parler de la site web vitrine. Qui m'a taffé au Nesselcol, la plupart des sites web, Tawa, Flouart, Hazé, Roma, des sites web vitrines, Alish, Alachater, Barchabé, Dihubou et Highlight You, le product, Santéo, Massalan, Kenny, société, ou bien un shop, boutique, etc. Donc, to highlight products, ou elle a qu'un an de service, Intiqad, Tamelfi, donc service avec Abstar, Pif, Wust, le marché digital, Mané, surtout. Donc, Najum avec un blog ou bien un site web, vitrine, juste vitrine. Najum, tu t'arrives les services que tu as fait. Also, Najum, on trouve surtout les photographes, etc. Redmettons surtout les sites web vitrine, il y a tous les portfolios, les redmettons, 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 pour attirer des clients, etc. Qui manage mon redmond des systèmes de réservation, hatamril, manéha, je n'arrive pas à la vitrine, là je m'arrive à la paiement, mais bon, vitrine, mais c'est bien un hache juste interaction avec le client direct, manéha client browser, akahao. Donc, c'est le niveau le plus bas, les sites web, les ou un site web vitrine. Manache, je connais un peu d'expérience, ma haja haka site web vitrine, j'ai touché deux mondes d'akbal, redem chi haja akbal, hata fa faculté, ou la fi haja. Ando chi fikra la HTML, CSS, ayabd. No? Bi, let me check. Ok, amdou lik raison. Ok, donc, eya, e khawla, ahlim. Nice. Ken bnet amdou. Donc, je suis en train de me le micro, je suis en train de me faire un peu, je suis en train de vitrine, je suis en train de faire des défis, 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 je suis en train de ديرو حاشمين لي احنا نحبوا نحكي مع بعضنا باش نفهموا معناها اوموا معناها كي تسال عبد كي عنده في الدومين اكسبيريونس اكسيتيرا ينجم حتى بعديك حتى اون تيرم بيرسونيل يوجهك راه باش توصل للحاجه اللي تحب عليها خاطر عادي ناس كل يوم تتعلم ولا دونك بالضبط تريتوا الفرصه هذه انكم يجي معكم اكسبير في الدومين وكل راي مش ديما بتلقاه وانك تحكي مع تبارتاجي كيما نقولوا لي زيكسبيريونس نتاعك وهو يبارتاجي لك الاكسبيريونس نتاعو ماهيش كيما تقول كل يوم تصير هذه عباره انتم راهو كيما تقول محظوظين انكم تحطوا في كا انكم معكم شكون اكسبير في الدومين تنجموا تسالوه تبارتاجيو معاه اللي معناتها كيما تقول شنو عملتو هو يبارتاجي معاكم لي زيكسبيريونس نتاعو اون طونك مثلا سالاري اون طونك كيفاش خدا بروجي فريلانس كيفاش تتصرف كيفاش تخدم بارتي مثلا ديزاين كيفاش تدخل فلوس وكل معناتها راهو مش جوست انك تعبد تعرف مثلا تكودي ولا ايه راهو نسيرمون باش تدخل فلوس ولا نسيرمون باش تدبر فريلانس معناتها كيما نقولو راهو بارتاج نتاع كونيسونس بارتاج نتاع ليكسبيريونس نتاع تاع ديزيكسبير ما تلقاوش كل يوم
فما شكون في الشات قاعد يجاوب أمنا قال لك فما شكون قال لك اوكين ايدي انا قال لك خدمت سي تي اتش تي ام ال سي اس اس فرونت اند كاهو فرونت اوكي كاهو يخدموا ما الجميع. بيدي انا خدمت شويه اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت فاكولتي انا فول ستاك جي اس واحد قال لي في انا اي زد قريت انا قريت في اي زد قليبيا بعد كمجورت وكملت الماستر نتاعي في ايزي اريانا تونس طب 5 سنين اكسبيريونس في الدومين توسكي خمس كريبتو سنين ده. اكسبيريونس في ديفلوبمون ويب و ابارتير معناها من اللي بديت الاكسبيريونس بتاعي نتاع السايبر سيكيورتي حتى ديفلوبمون ويب ندخل فيه سيبر سيكيورتي باش او موان نخرج برودوي في المارشي يكون كونكورون لي برودوي الكبار اللي تصنعوا معناها في الشركات الكبار معناها نقراو حساب السيكوريتي اللي هو فولي اخر جملة نجمو زيدا نعملو عليه شوكيس ولا اللي هو دونك شوي توجور لا اليكوت ونحب نسمع معناها لي زيكسبيريونس تاع العبيد خاطر انا بدي من الاول اول ما بديت نتفكر روحي احمد ما لقيتش شكون يوجهني ما عرفتش كومون هكا سو بينيتري دون لو دومين Du coup, بالضبط. c'est très important, معناها l'exchange تاع l'information و الا l'experience. نجم معناها حتى تاخذ فكرة، الفكرة هذيك تكون une faille تدخل بها انت للدومين. Et surtout, بالحق نحكيو على WordPress. WordPress معناها من أكثر الحاجات اللي تنجم تجيب des opportunités de freelance. يعني نحب نحكيو فريلانس معناها فلوس وانت في دارك معناها تدخل فلوس. حتى بدي سيت ويب فيترين اللي هما يعني قلت لك لو نيفو لو بلو با مانيش باش نوصل نحكي على حاجات افونسي ولا كرياسيون دي بلاجين اكسيتيرا دونك فوالا بي اون باس ميلا يا جماعه دونك خلينا فكره توا علاش معناها سيت ويب فيترين هو سيت ويب جوست معناها كونتاكت كليون سيرفر معناها و براوزر دونك هوني باش تكون العلاقه ما بين الكليون هي جوست علاقه فرونت اند ما فماش معناها حاجه اللي تدور في الباك اند اللي فما ريبونس معناها ريكويست ريسبونس ما بين سيرفر ولا حاجه لي هذيك بالنسبه للسيت ويب فيترين دونك خلينا نشوف شنو هي لي زافونتاج نتاع سيت ويب فيترين علاش العباد تعمل سيت ويب فيترين كيما قلت قبيله فور ذا ترافيك يعني it increase your visibility through traffic generated on your website شمعنيها معناها انت في المارشي عندك برشا دي كونكورون وانت ديجا ما وصلتش ما سيت لو موند ديجيتال دونك اكثر حاجه تنجم تخليك في الوقت هذايا في وقتنا احنا توا 21 سيكل دونك الحاجه اللي تخليك تتعرف هو لو موند ديجيتال توا دون فاسون انكرويابل كيل كو سوا نقولوا ديجيتال معناها حتى لي ريزو سوسيو mais surtout showcase website حاجه بروفيسيونيل تخرج بها خدمتك وتظهر بها في المارشي تخرج خدمتك في المارشي تعرف بروحك في لو مارشي اللي هو فريمون معبي توا دونك ولا كاليتي معناها كي انت باش توري روحك دونك باش توري لا كاليتي نتاع خدمتك اي دوكو تربح بلاصه في المارشي بي عندنا التارجتينغ بالسيت ويب فيترين نتاعك نجم انت يو تارجت ذا اكزاكتلي بيبل اش معناها مثلا انت بوتيك دونك تو بو جوست اتيري العباد اللي ناويين يشريو من بوتيك انت مثلا اي دون نو سيت ويب نتاع نقولوا احنا كتب دونك العباد باش يجيوك جوست العباد اللي يحبوا يشريو كتب اكسيتيرا دونك هوني تخدم على السيبل نتاع الكليون مش هكاك مطيش في وسط مارشي ما عندكش سيبل نو عبد باش يدخل يعمل ريشيرش باش تخرج له انت السيت ويب نتاعك دونك باش يجيوك عباد سيبلي اللي هي حاجه باهيه على الاخر تربحك في وقت واللي كليون معناها نقول له احنا على بورسنتاج كبير تربح بورسنتاج تاع دي كليون فريمون انتريسي هذيك باش تعدي للبوان اللي بعدها اللي هي كلاينتس هو تربح زيدا نيو كاستمرز افري داي يو كان يعني جين نيو كاستمرز كل يوم تنجم تربح عباد جدد خاطر السيت ويب نتاعك في الـ في الـ في المارشي ماهوش كيما اداره باش يحل من 8 ل 5 توجور ديسپونيبل سور انترنت دونك تعرفش علي اي واحد اتو مومون الي معناها الى لوكازيون باش يشوفك انت شكون حتى ما 3 تاع الصباح يحل بي سي يدخل سيت ويب اوكي سي بون عارفك ما 3 تاع الصباح دونك هوني tu peux gagner des clients à tout moment vraiment à tout moment voilà night and day access exactly انت عندك حانوت ولا عندك اي حاجه ولا عندك اجونت دو فواياج تحب تعرف بها ولا بو امبورت لي كليون ينجم يعمل الدوموند نتاعو اتو مومون في الليل في النهار وقت اللي يحب يعدي كوموند وقت اللي يحب يتفرج في خدمتك وقت اللي يحب يعرفك انت شكون
It's night and day access. À tout moment, il peut manera. Tu peux être présent à tout moment. Just with a showcase website. عندك showcase website. العباد ينجم يعرفوك صباح وليل وأ تو مومون تنجم تعرف بخدمتك بيون فاسون أسهل بروفيسيونيل targeting people and gaining new clients. Donc, هذوما لي زافونتاج تاع سيت ويب فيترين اللي كيما قلنا احنا توا معناها نجمو نخدمو حاجه سي ام اس دونك نجمو نعملو كرياسيون تاع سيت ويب فيترين سي ام اس اما شنو سوا نخدمو بسي ام اس اللي فاسون نقولو احنا اماتور شويه جوست تاع دراج اند دروب ابلود ايمج حاجات هكيكا والا باش تخدم دون فاسون بروفيسيونيل كانك ناوي تدخل في الموند نتاع الفريلانس والا تحب تدبر خدمه في سوسيتي والا بو امبورت لازم تكون كمان عندك فكره على البروغرامينغ لانجويجز اللي باش تبروغرامي بيهم السيت ويب والحاجه هذه علاش باهيه على خاطر لا بليبار دي كليون بعد ما تليفري لهم خدمه انا واحده من الناس ديما يجوني الفازات كيما هكا بعد ما تليفري الخدمه تطلع له في مخو ديزون حكايه تري تري بيرسوناليزي يعني حتى احنا باش نقولوا تلوج له على حاجه حاضره باش تعملوا دراج اند دروب ولا حاجه بريسك امبوسيبل باش تلقاها مي افيك اون معناها كونيسونس تاع بروغرامينغ سكيلز ينجم السيد ديفلوبر يخدم الحاجه سبيسيفيك للكليون تاعو اي دوكو ما يخسرش الكليون تاعو وكانو في السوسيتي il peut se débrouiller selon la demande اللي قاعده تجيه معناها باش يخدم السيت ويب هوني باش نحكيو على البروغرامينغ لانجويجز لازم نعاود نسالكم دونك اتش تي ام ال و جافا سكريبت و بي اتش بي بيان سور كي نحكيو اتش تي ام ال نقولو مع سي اس اس بار ديفو دونك كيما تعرفوا هو الاتش تي ام ال هو هايبر تكست مارك اب لانجويجز دونك هو الباز نتاع اي سيت ويب معناها العرس نتاع سيت ويب راهو باش يكونوا اتش تي ام ال لا لونجاج اللي باش تخدم بيها الديفلوبمون ويب لازم حاجة المارك شاك ليني فان كان عندك باراجراف راو بالهاش تي ام ال لانجويج يو ويل مارك ذيس باراجراف لاين اكسيتيرا 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 والحاجات هذوك باش يصير عليهم تريتمون باغ اكزومبل تحب باراجراف تحط لونها ازرق تيتر نتاعها كبير دونك انت باش تسيب للحاجة هذيك لازمك هاش تي ام ال اللي هو يعطيك المارك اب لانجويج والمارك اب هذيك نقولوا احنا باليز الباليز هذيك بعديك تعمل عليها تريتمون كلكو سوا سي اس اس ولا جافا سكريبت ولا حتى تنشوفوا بعديك بي اتش بي وفازات افونسي بلا جاكس اكسيتيرا دونك نصور اتش تي ام ال حتى كي ما خدمتوش بيه تسمعوا بيه ان توكا في الكام تاعنا احنا اليوم جوست بريزونطاسيون احمد كان يسمع فيا معانا ولا ان توكا فوالا احنا بعد البريزونطاسيون هذايا نحبوا لانسيو ان شاء الله الفورماسيون فروم زيرو تو هيرو دونك فوالا حتى اللي ما يعرفش الاتش تي ام ال اش معناها مارك اب لانجويج كيفاش يو مارك اب يور كود دونك باش نبداو هالحاجه هي زاد من الزيرو بالضبط هي اليوم كما تقول عباره معناتها بروميير با معناتها في الوورد بريس وهذا الوورد بريس ما تنجمش تخدم به واحد معناتها لازم يستحق كونيسونس اتش تي ام اس سي اس جافا سكريبت هذا العبد اللي يحب يمشي يافونسي يعني بالكدا بالكدا في الديفلوبمون يعني وورد بريس زين الوورد بريس نشوفوه زاده في بارتي معناتها ما تستحقش حتى كونيسونس بالديفلوبمون معناتها انفورماتيك وكل اما اللي يحب يكمل فيه الدومين هذايا ويدبر فيه كيك سوا فريلانس ولا خدم ولا حاجه لازم كما تقول تولي عنده كونيسونس باهيه في ال HTML باز فوالا البروتوكول فوالا دونك كيف كيف نحكيو هوني كي نقولوا HTML هو الباز تاع سيت ويب وهو الحاجه الفيزيبل بور لو كليون معناها كوتي سيرفر كوتي سامحني براوزر دونك كوتي براوزر كيفاش انت باش تفيشي الباج نتاعك دونك لازمك مارك اب لانجويج بعديك عندنا جافا سكريبت هو اللي يعمل انتراكسيون ما بين الكليان والباج باج فرونت اند كيلك سوا انتراكسيون تاع موفمون تاع عشينا حاجة باغ اكزومبل تكليكي على حاجة يتبدل لونها ولا تكليكي على حاجة تعمل موفمون في السيت ولا اكسيتيرا تنشوفوا معناها حاجات اللي نستحقوا فيهم فريمون جافا سكريبت اللي هو يقعد لانسيتر معناها نتاع
يعني هو يقعد لونسيت قبل نقولوا احنا الرياكت والانجولار وكل شيء، يعني عندك جافا سكريبت لو تو بو بعديك فاسيلمون تو تانتيغ في اي فريم ورك جديد يطلع، خاطر كل الباز نتاعهم سي دو جافا سكريبت دو تايب سكريبت. فوالا بعديك كي باش نوصلوا نحكيو على كوتي باك اند، معناها حاجه كي اكزيكيوت في الباك اند، نحكيو على لانجاج دو بروغراماسيون بي اتش بي اللي هو اكس لانجاج دو بروغراماسيون ويب معروف وسهل ماهوش صعيب. دونك اتس كولد اولسو لانجويج اوف داتابيز، على خاطر بي اتش بي معناها لي فونكسيون بي اتش بي كونيكسيون للداتابيز تكون سهله على الاخر ماهوش صعيب. اند it's the most يعني programming language used في الكا نتاع ووردبريس نتاع لي سيت ويب اللي قاعدين يدوروا معناها توا سور انترنت. ولا دونك كي نستخدم حاجات كيما قلنا لازمهم اكزيكوتيو كوتي باك اوفيس كيلكو سوا كالكول والا معناها تري والا حاجات، دونك tu seras obligé باش تستخدم لو بي اتش بي pour s'interagir avec le serveur et la base de données bien évidemment. OK, نحكي توا كوتي باز دو دوني، عندنا لونغاج دو بروغراماسيون باز دو دوني اللي هو الماي اس كيو ال. كيف كيف راهو ما تفجعوش كي تسمعوا لي تيرم هذوما، حتى اللي ما عندوش ايدي راهو بالحق حاجات بازيك اون فوا فهمت الباز تنجم تير فيهم فاسيلمون. فوالا هو اول لونغاج دو بروغراماسيون تاع لي باز دو دوني ريلاسيونيل، هو يخليك تيخو لانفورماسيون من اي تابل من اي باز دو دوني تعطيها ستركتور نتاعها اي بعديك نشوفو افيك لي دوموند كيفاش لازمنا نستخدمو السكريبت ماي اس كيو ال و لي روكيت اكسيتيرا. سي با تري تري كومبليكي، تو ديبون من دوموند بيان سور، مي سي تري فاسيل ا كومبروندر و ابروندر بيان ايفيدامون. فوالا كيما حكينا على لونغاج دو بروغراماسيون بازيك لاي سيت ويب، نجمو نحكيو على اذر لانجويجز كيف كيف كيما نسمعو بالبايثون جافا روبي، هما زاد دي لونغاج دو بروغراماسيون يستخدموهم سورتو في لي ابليكاسيون ويب، كيما نجم سيت ويب كيما نجم ابليكاسيون ويب. دونك بايثون يعمل كيما زاد بي اتش بي بالضبط، فيه ديجا حاجات معناها بلوز افونسي، مي في الكا نتاع سيت ويب الاكثريه ما نستعملوهوش، مي في لي ابليكاسيون ويب اي نجم تستعمل. جافا بيان سور هو لانسيتر زاد نتاع بروغرامينغ لانجويجز، هو اوبن سورس بروغرامينغ لانجويج وتستخدمو في اني تايب اوف بروجيكت، يعني اي بروجي تحب تستخدمو تخدم بالجافا. هو بيان سور هو حاجه معناها تاع بروغراماسيون اورينتي اوبجي. بون بي اتش بي هو زاد راهو ريلاسيونيل ou orienté objet là. À partir de PHP 7 n'arrive à l'orienter objet. Donc حاجات un peu avancé, c'est pas grave pour le moment, juste احنا باش ناخذ فكره connaissance بعديك تنجم تشوفهم مع لي لونغاج دو بروغراماسيون هذوما وتستي روحك وتشوف روحك كيفاش ترتاح اكزاكتومون، وتنجم معناها تطور روحك في اللونغاج دو بروغراماسيون اللي انت تحب عليه كيل كو سوا كوتي ويب ولا كوتي ابليكاسيون اللي هما نجم يكونوا ويب وبعديك جينيري منهم دي زابي بعديك يخدموا لك معناها موبايل كيك سواي او اس ولا اندرويد. ولا انا روبي زيدا، روبي توا طالع بالكدا، هو كيف كيف لانجاج دو بروغراماسيون يعمل اوتوميشن تاع دي نقول واحد دي فونكسيوناليتي اكسيتيرا. دونك فوالا هذوما دوتر لانجاج دو بروغراماسيون اللي نجمو نستعملوهم. دونك توا خدينا فكره علاش معناها سيت ويب فيترين، باش يصلح سيت ويب فيترين علاش نستعملوه، شنو هما لي لونغاج اللي خليونا نخدمو بفاسون بروفيسيونيل و بيان معناها بيان بريسيز بور افوار معناها كيلكو سوا دي مارشي دو فريلانس و الا دي اوبورتونيتي دو دامباج دون دي سوسيتي اكسيتيرا. دونك عرفنا او موا شنو هو لازم و شنو هو لي الباز اللي نستحقوه باش نكونو في البروفيل هذيك. احنا باش نوفو هذيك دونزان سي ام اس، اش معناها سي ام اس؟ سي ام اس هو كونتنت مانجمنت سيستم، هو ان فيت سي اون بلاتفورم اللي تخليك تعمل الكرياسيون نتاع السيت ويب من غير حتى ما تستحق تفهم حتى كود، وموا معناها مش لي سيت ويب الكل، اما دي سيت ويب فيترين اي سامبل تنجم تعملو من ا جوسكا زد من غير ما تخدم بحتى كود ولا حتى لونغاج دو بروغراماسيون.
دونك فما بلوزيغ سي ام اس في العالم، اشهرهم اللي هو ووردبريس، بشوفوا اذر سي ام اس اخرين كيما ماجنتو اكسترا. دونك احنا توا باش نشوفوا علاش سي ام اس هو اكثر واحد معناه يستعملوه في العالم، شنو هما لي زافونتاج نتاعو، شنو هي البوزيسيون نتاعو بارابور لي سي ام اس الاخرين اللي موجودين، شنو هو الفرق، what it requires exactly like skills كان باش نخدمو بفاسون بروفيسيونيل مش اماتور. كان اي واحد عنده كيستيون نجمو هوني نعملو بوز صغيره نسالو بعضنا نحكيو مع بعضنا لو طون اللي باش نتعدي لي ديتاي نتاع ووردبريس. دونك نسمع فيكم كان شكون عنده كيستيون ينجم يكتب لنا او بيان ينحي الميكرو يحكي معنا. دونك جيسبر تسمع فيا كليرمون ما نعرفش صوتي واصل بالدي نو مي واصل اوكي عسلامة عسلامة. ضربي سؤال اي كان تراش مانع بيان سور سؤال معناها شنو لو ليان ولا كيفاش معناها لو ليان ما بين الاس ام اس السي ام اس والموبايل معناها شنو هو الديفلوبمون موبايل ولا بي ديفلوبمون. احنا كي نحكيو على سي ام اس رانا نحكيو على ديفلوبمون ويب اوكي، كي نحكيو على موبايل باش مالي نحكيو على ابليكيشنز والا سيت ويب يتحل على موبايل. باش نحكيو على سيت ويب يتحل على موبايل نحكيو على نوسيون نتاع نقولوا احنا ريسبونسيف. سيت ريسبونسيف هو شنو هو؟ يتحل على اي اكران كيل كو سوا ديسكتوب بي سي معناها تابليت تليفون يتحل دون فاسون ليزيبل كومبريونسيبل اكزيكوتابل. دونك لهنا باش نحكيو على سيت ويب يتحل على تليفون. اما كان باش نحكيو على دي زابليكاسيون ويب وقتها نوليو نحكيو على دي زابليكاسيون موبيل. دونك الويب يجينيري دي زابي للموبيل يكونسوميهم وتخرج ابليكاسيون موبيل. معرفش لطفي كان جاوبتك على السؤال فهمتني ولا اي سافا ميرسي بيتيتر في لافونسمون في الديكور نفهم حاجات اخرين ميرسي. ان توكا شوف كي ديفلوبي انت سيت ويب، السيت ويب نتاعك لازم يكون ريسبونسيف. اش معناها ريسبونسيف؟ معناها ات فيتس ذا سكرين قد الاكران نتاعك. اني قلت لك دون فاسون ليزيبل كومبريونسيبل او اكزيكوتابل. السيت ويب هذاك تنجم تحله على اي معناها ديفايس كيل كو سوا تليفون ولا تابليت ولا تحب عليه انت. دونك الديفلوبمون هذا نتاع الووردبريس هو باش يخليك تحل السيت ويب نتاعك. هو بار ديفو ووردبريس ديجا ريسبونسيف معناها باش تحله على اي ديفايس راهو باش يعطيك افيشاج مريقل ومنظم وتنجم تشوف عليه السيت ويب نتاعك دون فاسون ياسر مزيانه. كي باش نحكيو على لي زابليكاسيون فوالا، كي باش نحكيو على لي زابليكاسيون ويب هذاك فولي اخر جمله. باش نحكيو على لونغاج بروغراماسيون كيما اللي زدتهم انا باغ اكزومبل بايثون ولا جافا جي 2 او كل شيء. نحكيو على لي زابليكاسيون ويب ولي زابليكاسيون ويب راهو ماهمش موبيل، راهو يجينيري دي زابي يكونسوميهم الموبيل باش يخرج ابليكاسيون موبيل. وني عندنا عاد احمد نفيتي هو ديفلوبر اندرويد واي او اس نجم يدخل معنا احمد. بربي ما فهمتش بالضبط اش معنى ابليكاسيون ويب، شنو الفرق بين سيت ولا ابليكاسيون؟ باهي السيت ويب هو بلوتو حاجه فيزيبل وفيها انتراكسيون كوتي كليون سيرفور. الابليكاسيون هي بلوتو حاجه باش تخدم لك ان بيزوان سبيسيفيك معناها فما تريتمون عليه. الابليكاسيون هذيك كي باش تهبطها فما بيزوان سبيسيفيك تخدم لك البيزوان هذيك. والاركيتكتور بيان سور مش كيف كيف جمله. مثلا احنا كي باش نعملو لوجيسيال ولا حاجه باش يكون بلونغاج مثلا جي 2 مي سيت ويب باش يكون لونغاج بي اتش بي. مي لابليكاسيون اش تعمل؟ لابليكاسيون تخدم لك حاجه بيان سبيسيفيك بزوان معين ويقعد تريتمون على البزوان هذاك. معناها ما تلقاش اليوم مثلا لابليكاسيون تخدم لك جيستيون دو ستوك غدوه باش تلقاها لابليكاسيون تعمل لك في حاجه اخرى. باش تقعد حياتها كل تخدم لك في جيستيون دو ستوك، حياتها كل تخدم لك في التريتمون تاع الحاجه هذيك. اوكي لطفي اي داكور ميرسي ويلكم. باهي نتعداو دونك هوني باش نشوفو المارشي اش فيه دي سي ام اس شنو هما لي بلو بوبولار في المارشي.
Donc, je trouve le nombre qui est énorme, 64,6% des sites web sur Internet sont des sites web WordPress. Le WordPress, voilà, selon source, check, w3text.com. إحصائيات هذه خرجت في مارس 2021. يجي بعده بالضبط شوبيفاي 5.3%، جملة 3.3%، سكوير سبيس، دروبال، ويكس. دونك تشوف البورسنتاج قداش فريمون بعاد وقداش وورد بريس طاير في المارشي وقداش بلوتو 80% هو معناها من لي سيت ويب اللي سور انترنت ان 2021 ماخوهم وورد بريس. عندنا زيد تابلو اخر. Voilà. On y fait quelques pourcentages. WordPress qui majeure 64%. Shopify 5,2%. Joomla 3%. Drupal 2,4%. Wix 2,4%. Magento 1,8%. PrestaShop 0,8%. Donc, Zuma, l'Essayet en février 2021 aussi. Source. Les sources Colmont Joudine, donc www.ionos.fr, les sources par les pourcentages et tout. Donc voilà, vous trouvez que c'est énorme, bien évidemment. Donc, les semaines, il faut au moins WordPress. Tant que Maneha Hawa Mikhoul Machi Kola, au moins les semaines, il faut Chnawa Hawa, Fishyamel, ou Hatta Kenjena, Ahna produit WordPress, qui fait Chnage mon arme, l'allié édite, ou la modification, ou elle a Kishnod Loulou, Maneha, c'est très important. Ok, on passe. WordPress.org. Qui m'a chauffé WordPress, c'est la liste des CMS qui sont dans le marché, des CMS qui sont dans le monde. Donc, je vais vous dire Shopify, Joomla ou Drupal. Bon, je vais vous dire le farak m'a bien été. Donc, كما نشوفوا هوني قال لك both جملة and Drupal require certain level of technical how knowing. دونك لي سي ام اس الاخرين كيما جملة et Drupal لازمهم ان سيغتان نيفو بور دي كونيسونس تكنيك يعني software skills. لازمهم معناها لازمك عندك بالحق ان باز به في ال HTML و CSS also في ال PHP كيما WordPress بالضبط. حتى WordPress يخدم لك على الليفل هذيك الليفل افونسي، مي الاخرين ما يعطيوكش لا بوسيبيليتي باش تخدم على ليفل اماتور اللي هو تنجم معناها ان طونك يوتيزاتور ولا كليون نورمال. حتى كان انت معناها كليون نورمال وعطيت الديفلوبر باش يخدم لك حاجه، مش لازم اي موديفيكاسيون صغيره ترجع بها الديفلوبر، سافا تو كوتي ديجا دارجون. دونك تنجم ان طونك كليون نورمال تدخل وحدك للداشبوردينغ وتبدل تحب عليه وتعرف اصلا شنو تولي تطلب من الديفلوبر، حاجه تولي تسهل عليك انت، تنجم تقول له زيدني في الداشبورد الحاجه الفلانيه. Et voilà, avec la présentation, on a un choix qui fait choix de plaisir ou les possibilités de faire un développeur ou un user normal qui fait choix de faire un développeur. Donc, WordPress qui m'a connu, il y a deux levels. Level Adi, je vais faire un drag and drop à Kahao ou elle a juste, you add some plugins. Plugin, c'est code source, et tu ne sais pas, boîte noire. Code source, c'est qu'il y a une chose spécifique selon la recherche. واحنا باش نشوفوا بعديك في الوورد بريس اللي هي اهم حاجه عنده، لاي حاجه تشرش عليها راك سورمون باش تلقى لا ريبونس سور انترنت تيلمون لا كوميونيتي نتاعو تري تري غراند سور انترنت. اوكي دونك فوالا دونك هوني بالنسبه للجمله اكسيتيرا. دونك باش نحكي توا شويه على لي زافونتاج دو وورد بريس. قبل حكينا على لي زافونتاج تاع سيت ويب بتري اللي نجم يكون كريي بار ووردبريس، مي توا باش نحكيو على لي زافونتاج تاع ووردبريس بيدو. دونك ووردبريس هو ادابتابل فور تشينجينغ نيدز. ووردبريس تنجم تخدم بيه كيما حاجة بازيك اي سامبل، كيما تعمل بيه بلوغ، كيما تعمل بيه سيت ويب فيترين، كيما تنجم تخدم بيه دي سيت كومبلكس، ميم دي بلاتفورم كومبلكس باش تعمل بيه معناها دي تريتمون ولا حاجات معناها كي سون فريمون كومبليكي، مي تي بو يوتيليزي وورد بريس. كي باش نوصلو نحكيو على نيفو افونسي باش تشوف قداش وورد بريس يسهل لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني،
يسهل معناها الدنيا نتاعك كيفاش تجبدهم معناها لا روكيت ملي تكون ثلاثة أسطر تنجم تكون في أقل من شطر سطر. كيف كيف ووردبريس يعطيك دي فونكسيون بري ديفيني يسهلوا لو ديفلوبمون دون فاسون انكرويابل ويخليوك تتوش معناها لو كور نتاعو هذا الكل باش نشوفوه من بعد. مي ان توكا ووردبريس يعطيك لا فليكسيبيليتي باش تستخدمو كيلكو سوا تا دوموند. Plateforme par réservation, paiement en ligne, vidéo chat. Quand j'ai tenté de WordPress, qui maintenant je t'en ai juste blog. Qui maintenant j'aime le blog, bien, ou bien, qui a dit de ta Wordfi, ou truc de haja avancé. Donc, c'est l'adaptation ou la flexibilité, MTO, CMS, HED. عنا also كي ما حكينا من قبل عودنا اللي هو so friendly in using نجم تستخدمه حتى كان معناها ما عندكش connaissance كبار في الديفلوبمون ولا just beginner تلوج على plugin مثلا كان عندك besoin specific تلوج على plugin تكتيفيه plugin هذيك تنشوفو كيفاش تعمل الحاجة هذي تلوج على plugin تكتيفيه تعمل شوية configuration وبيان سور باش تلقى سور انترنت comment configurer etc. ويخدم لك الحاجة اللي حاجتك بها دونك من غير ما تمس حتى ليني دو كود كيما حكينا على البلاجين دونك هو ووردبريس عنده فريمون بليزيور بلاجين سورتو غراتوي دي بلاجين غراتوي يخدموا لك لي فونكسيوناليتي فريمون اي فونكسيوناليتي تسحقها نتصور تلقاها في بلاجين فوالا دونك فريمون يونا بلان بلان دو بلاجين كون بو يوتيليزي بور ريبوندر ا نو بوزوان سبيسيفيك. هو كيما سألني لطفي قبيلة هو سيت ويب ريسبونسيف دونك حتى كي باش تحلو على موبيل باش تلقى منظر معناها الديزاين نتاعو ياسر مزيان زادا على الموبيل وباش تلقاه ليزيبل ومعناها تنجم تخدم بيه كيما موبيل كيما ديسكتوب اي سورتو توا الناس الكل معناها بالتليفونات ماذا بينا حتى سيت ويب يكون مزيان في الموبيل اكثر ساعات دي سيت ويب تدخل لهم على ديسكتوب تلقاهم حاجة وموبيل تلقاهم فريمون حاجة مش مزيانة جملة اللي تخليك تخرج منه السيت جملة. مي افيك ووردبريس لو ريسبونسيف نتاعو فريمون مزيان باغ ديفو يخرجهولك معناها يخرج لك لي بلوك بيان سونتري قد الفونيتر تقعدش سكرولي هكا في العرض على طول نو 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 تلقاها يعني it fits really يعني the size of the mobile screen. دونك هذيك حاجة ياسر طيارة اللي أنا كي ندخل للسيت باغ تليفون نلقاه محليه كيما ندخلو بالبيسي. Voilà, parmi les avantages les plus vraiment les plus grands, c'est que WordPress a une communauté sur Internet. Il est vraiment, même si tu es un peu de développer ou de n'importe quel truc ou astuce, vraiment, tu as des petites recherches, tu trouveras sûrement la réponse que tu es en train de chercher. Bon, je vais te dire les avantages. Il y a un de SOL qui kiffe à tout moment. Là, je suis encore là, je suis présente pour répondre à toutes vos questions. Pas le même tradé ou les disadvantages. No questions. Annie, je veux vous demander une chose. Oui. Je n'ai pas le faire avec wordpress.org ou wordpress.com. B. Job. بي الووردبريس دوت كوم هي بلاتفورم محطوطه معناها على نافيغاتور تشري تول نون دو دومين هذه دوت كوم تشري تول نون دو دومين وتخدم تول كان على الداشبوردينغ دونك تخدم سورتو فيترين غاديك والا كيلكو روتوش سي اس اس هذيك على ووردبريس دوت كوم اللي هي قلت لك توا بلاتفورم حاضره باش على انترنت وباش نشوفوها دايوغ احلام دونك باش نشوفو كيفاش يخدم ووردبريس.com معناها ماهيش حاجة فريمون بروفيسيونيل معناها ماكش تلقى انت في سوسيتي يخدمو بيه مي ان طون كو ما نعرفش اتيليزاتور نورمال تحب تعمل سيت ويب ليك انت ولا بورتفوليو ليك انت تنجم تخدم بيه ديجا باش نحلو من بعديكا في البارتي الاخرى ونشوفو كيفاش الووردبريس دوت اورغ الووردبريس دوت اورغ لازم تهبطو انت على الماشين نتاعك لوكال تحضرلو لانفيرونمون نتاعو اولسو زادا باش نحكيو فيه البوان هذايا تحضرلو لانفيرونمون نتاعو وتخدم بيه فاسون بروفيسيونيل معناها باش تشوف كيفاش مقسم الووردبريس وين لازمك تحط الكود سي اس اس كيفاش تعمل كرياسيون تاع دي باج جدد كيفاش تعمل كرياسيون تاع تامبليت في الباك اند اكسيتيرا اي سي تري 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 لارج معناها لي دوموند تاع الباك اند اللي يجيو دونك ووردبريس دوت اورغ
تحضر له لانفيرونمون وتهبط وتكزيكوتيه على الماشين نتاعك يولي يدور في اللوكال هوست يعني في السيرفر لوكال نتاعك وبعديك كي تحب تهوستيه دونك تشيل من بعد نون دو دومين اكسيتيرا ويولي يتلانسا يولي على سيرفر ويولي كونتاكت مع اي كليون كي يوتيليز لو كي يوتيليز انترنت معناها اي واحد عنده انترنت ينجم يدخل. فوالا احلام جيسبر واضحه لا ريبونس. ايه واضح. Alright. Mais عندي هوني سؤال من عند خولة عمولي WordPress gratuit ou non ou il y a des plugins payés. Mais WordPress هو gratuit يا خولة. Mais les plugins ما هنش الكل gratuit. انت والplugin. فما دي plugin خليهم لك بلاش فما دي plugin بالفلوس. Bien sûr, je sais pas plugin بفلوس, je sais pas فيه معناها des fonctionnalités bien avancées. اللي احنا كي نوصلنا النيفو به نجمو نديفلوبي وحدنا دي fonctionnalités هذوك من غير ما نوصلو نشريوه لي plugin. OK mais WordPress هو راهو 100% gratuit. التيم اللي باش تشريه تخدم بيه معناها التيم نقولوا احنا ديزاين بلوتو باش نشوفوها الحاجه هذه كي باش نعملوا ليتس براكتس سيشن. التيم اللي باش تشريه اوكي ينجم يكون gratuit تعطيه لك WordPress كيما انت تحب تيم ازين ولا بلوز افونسي اكسيتيرا باش تشريه بالفلوس دونك هذيك تولي حاجه زاد بالفلوس ولا والهبرجمان من بعد كيمش تيبرجي سيت ويب نتاعك زاد بالفلوس دونك مي هو كورد بريس راهو سي غراتوي دو ريان خاولة فوالا دونك نتعديو باش نعرفوا زيد الكوتي الدارك سايد زيد نتاع الورد بريس راهو هو صحيح حاجه طياره على الاخر وهاكم شفتوا 64% دي سيت ويب في العالم اللي يدوروا معناها هما دي سيت ويب وورد بريس اما عنده كلكو ديزافونتاج اللي احنا نجمو نجيريوهم زيد من بعد مش معناها ديزادفانتجز معناها سي بون لي نجمو انجير سا خاطر اي حاجه فيها افونتاج فيها ديزادفانتج so. اما باش ناخذوا فكره باش نعرفوا احنا الانفيرونمون تاعنا ولا البلاتفورم تاعنا ولا السي ام اس تاعنا شنو فيه به شنو فيه كمان خايب اللي نجمو معناها وي بريفنت نجمو معناها ما نعملوش حاجات اللي يلز الورد بريس باش يخرج ديزافونتاج نتاعو. Okay, donc first, هوني كيما عندي في الديابو, you need lots of plugins for additional features. بي كيما حكينا قلنا الووردبريس راهو تيلمون يعطيك البوسيبيليتي تاع باش تخدم اي حاجه il t'offre des plugins. وكل plugin راك تلقى فيه دي فونكسيوناليتي selon le besoin اللي انت تلوج عليه. مي ساعات دي plugins يعطيوك لي بيزوان هذوك واذر معناها ودي بيزوان اخرين اللي انت ما تستحق لهمش في الوقت هذاك. مي كوميم اوبليجي باش تهبط بلاجين كيم مش فونكسيون واحده من بلاجين دونك في كل بزوان ساعات نجم تلقى روحك مهبط 10 بلاجينات وكل بلاجين حاجتك بزوان معين دونك النومبر هذاك نتاع بلاجين هو اللي يخلي السيت ينجم يرزان شويه كيما نجم يخلي زيد عرضه لكلكو زاتاك على خاطر البلاجين سورتو البليش يبداو معروفين لي فاي نتاعهم اكسيتيرا. Mais bon, c'est un peu, معناها, best practice, باش انت تحمي سيت ويب نتاعك avant tout. Mais les plugins, الحاجة اللي تنجم تكون خايبة فيهم, اللي كيما قلت, كل مرة لازمك تهبط plugin على بزوان ينجم يكون تافه زادة, مي اوبليجي باش تهبط plugin, ينجم يرزن لك شوية السيت كيما نقولوا, ولا يعمل دي شونجمون ولا حاجة. دونك هوني كي باش نهبطوا plugin, لازم نكونوا كونسيون بالبزوان المعين اللي يحبوا نهبطوه. وبلاجين ما استحقولوش ديزاكتيفيوه ولا نفسخوه هذا كل يدخل في البيست براكتس من بعد اللي نتعلموه بشويه بشويه وحتى بالاكسبيريونس مليون نفهموا علاش نهبطوا بلاجين هذاك والاخر ليه وعلاش نوصلوا نديفلوبيو وحدنا حاجات وما نهبطوش فيهم بلاجين خاطر سافا نو كوتي تري شير اي لا فونكسيوناليتي سا بو اتر ديفلوبي معناها باي اور سيلفز دونك فوالا هذاك لو بوين الاولاني. لو بوين ثاني ووردبريس يسر يطلب دي ابديتس معناها كي انت عندك سيت وورد بريس لو حاضر روحه كل نهارين ثلاثه باش يقول لك ابديت كلك سوا للبلاجين وكلك سوا للتيم وكلك سوا للوورد بريس اتسلف جا وصلنا تاع فيرسيون 5.7.3 تاع وورد بريس ومازال معناها يعمل في لي ابديت التيم ديما يطلب ابديت بلاجين ديما يطلب ابديت دونك الحاجه دي سي ان بو جونونت مي سي تري بيان دو فير توجور الابديت نتاع سيت ويب نتاعك سورتو كيما قلنا نحكيو هوني على فولي سيكوريتي راهو مادام صار ابديت ماذا بينا نخدمو بالابديت الجديده ما نخدموش بفيرسيون ابسوليت اي دوكو اي حاجه ابسوليت كيما نعرفو نجم يصير عليها اتاك ولا
والا معناها utilisation anormale والا نجم حتى ترزن لك السيت زاده دونك ديما نحكيو على لازم البيرفورمانس تاع السيت تكون باهيه مش utilisateur يدخل يقلق الباج تتشارجا بعد عام هذوك كل حاجات زاده في معناها نيجاتيف تاع وورد بريس فوالا سلو بيج سبيد حكينا عليها دونك في البوان الاول والثاني تجي من الحاجات هذوك سورتو باش نحكيو على السي يو رانكينغ فريمون هذيا حاجه يخدموا بها جماعه الماركتينغ مانجمنت دونك فوالا ما تخصنيش احنا ان طونك دو ديفلوبور مي سي يو رانكينغ يس بور سي يو رانكينغ ما فماش برشا دي بلاجين فور سي يو رانكينغ لي فولنيرابيليتي اي سيت واي ابليكاسيون اي حاجه ما ديما يدور سور انترنت راهي باز فيها دي فولنيرابيليتي مي يفو اتر كونسيون بالاستعمال الباهي معناها لازم نعرفوا البيست براكتس باش نحميو السيت نتاعنا ونقصوا من لي فولنيرابيليتي از ماكسيموم معناها دونك عادي باش يكون سيت ويب فيه دي فولنيرابيليتي سورتو ووردبريس اللي هو معروف الكود نتاعو اوبن سورس معناها اوفير بارتو معناها بارتو تنجم تشوف الكود سورس اكسيتيرا الحاجه السادسه واللي تنجم تكون خايبه اللي هو ويب سايت كان جو داون ويزاوت نوتس معناها السيت ويب ينجم يطيح وانت ما عندك حتى علم مي بون حتى هوني عندك زيد تنجم يونا دي بلاجين اللي يعطيوك نوتيف والا يبعثوا لك ميل اتو مومون كان السيت صارت له حاجه دونك فوالا هذوما النيجاتيف بوينتس فور ووردبريس هنا خلينا نعملوا مقارنه بين ووردبريس ولي سي ام اس الاخرين او هذا لو بوين لو بلوز امبورطون زيد علاش ووردبريس هكا علاش الناس الكل تخدم بيه علاش لو دوموند الكل يجي ووردبريس دونك خلينا نشوفوه دونك كيما قلنا ووردبريس هو is perfect for beginners يعني نون تيك يوزرز حتى كان ما عندكش تكنيك فريمون طياره بالكدي نقولوا اما تنجم كمان تخدم بيه وتخرج ان برودوي فينال كمان عندنا دروبال دروبال هو معناها the most advanced معناها content management system CMS اما لازمك بالحق تكون عندك ان بون باز rigide في لي لانجاج دو بروغراماسيون مارك اب لانجويج كيما HTML و PHP و other skills فوالا كيما ووردبريس تستعملوه في كرياسيون تاع بلوغ ولا سيت ويب ولا اكسيتيرا دروبال هوني يستخدموه سورتو في البيزنس مانجمنت سيستم معناها لي سيستيم دو مانجمنت فور بزنس ولا لي بور كوميرسيال جمله زاد هو سي ام اس معروف توقع يطلع بالكدا دونك هو معناها يستخدموا سورتو باش يعملوا لي سيت ويب اي كوميرس اللي متوسطين ماهمش كبار معناها مش شوب فريمون كبير هذايا نشوفوها مع ماجنتو هو ينجم يخدم معناها الاي كوميرس فور بيج شوبس كيف لازم جود لانجويج جود نوليدج اوف كودينج لانجويجز وهو فريمون معناه يستحق سوفت وير سكيلز ولا باش معناه سورتو يخدموا بيه في لي سوسيتي ولازم تكون عندك ديفلوبر ماجنتو باش يخدم لك على الحاجه هذيك كما قلنا هو يخدم على شوب الكبار معناها لي بوتيك الكبار ولا الاي كوميرس الكبير بريستا شوب كيف هو هذا سورتو يستخدموه في الاي كوميرس مي في سمولر ستور معناها في دي شوب اصغر معناها ما يكونش سيت ويب فريمون كبير برشا على خاطر فوالا ما ينجمش بريستا شوب يحمل نقولوا احنا لا دونسيتي دانفورماسيون الكبيره مي فوالا هو اسهل من ماجنتو يقعد مع بريستا شوب ماهوش صعيب كيما ماجنتو ماهوش سهل زاده كيما ووردبريس دونك لازمو دي كونيسونس اي فوالا quelques exemples. Mais, fermez chez remarques. On va maintenant ou haja un peu plus avancé, les nerfs sont allés à connaissance. Allez, check. Yaqoub Yamran, Ali, Alish, les développeurs, c'est ça? Ils ne sont pas chez WordPress, mais ils sont
يخدموا لي ديفلوبر برشا ووردبريس. انا خدمت في بلوزيور سوسيتي بلاش ما نخدم ووردبريس، ونخرجوا منه دي برودوي اللي امبوسيبل تقول ووردبريس. راه فريمون عنده دي فونكسيوناليتي يسهل الديفلوبمون دون فاسون انكرويابل. يعني تعرف تخدم فونكسيون طولها 10 متر، ولا يعطيك دي فونكسيوناليتي حاضرين جوست انت تعرف كيفاش تستخدمهم. مي فريمون معناها يربحك في برشا وقت وفي برشا تخميم زيد، يعطيك حاجات حاضرين فريمون، فهمت؟ ويخدموا ليه يخدموا برشا بالوورد بريس. مي وورد بريس باش تعمل كرياسيون تاع سيت ويب، بوتيتر انت عمرنا تحكي على لي زابليكاسيون بوتيتر، ولا كونسيبت اخر. مي احنا هوني نحكيو فريمون على سيت ويب. Déjà, Hanalina, dans le monde entier, on a 64,4% mais les sites qui ont le WordPress. Donc, c'est impossible, ça. Voilà. If there is any question. OK. Quel micro? Voilà, je m'en dis. Oui, ça va. Oui, Mahjoub, merci beaucoup. Alors, on avance. On avance. Oui, qui m'a dit que WordPress est un icône basique. Un icône, c'est juste dashboarding. Tu as un dashboard, tu as connaissance technique. كيما نجمو هوني نحكيو على الديفلوبمون وورد بريس كاريمون، معناها الباك اند نتاعك، معناها نو سولمون انت تكون ديفلوبر بي اتش بي، مي ديفلوبر بي اتش بي وورد بريس. معناها هوني شنو لازمك تفهم وورد بريس، تاع ستركتور نتاعو، داتا بيز نتاعو، لي ريلاسيون ما بين لي تابل تاع دي داتا بيز، الكيرنل نتاعو، الهارت معناها نتاع الوورد بريس، كيفاش انت توصل تمس في الهارت. هذوما حاجات فريمون افونسي، مي اللي يخليوك تو ريبون aux besoins spécifiques des clients. Surtout les sociétés les plus grandes, voilà, des requests vraiment personnalisés de telle façon, ça c'est logique, mais quand même les clients c'est toujours leur roi, donc on doit répondre à ses besoins. Donc les hommes Alright. On y va, je vais parler advanced level for who is interested. معناها في الحاجات هذوما على niveau avancé. Donc كما قلنا لازمك un niveau vraiment على الاقل عندك les bases في HTML ou CSS ou PHP. J'ai quoi les aider bien sûr. Donc it's a must. Je vais عندك معناها les langages de programmation هذوما. B. Donc qui m'a connu donc mais معناها ما توصل انت تمس بلاجين ولا حاجه تنجم ديفلوب على روحك la fonctionnalité bien précise اللي elle répond à un besoin très bien précis. معناها فرض تعبت بلاجين درا قد شوز وفيه دي فونكسيوناليتي ما حاجتكش بيهم يرزن لك السيت وينجم يعمل لك دي فاي، تنجم انت البزوان تاعك وحدك تخدمه في فونكسيون تاع كات لين ou d'un jour avec les hooks etc qui fait fonction à dire que tu dois communiquer avec le heart de WordPress pour te donner quelque chose à l'achat que bien voilà. So more advanced beginners and those voilà هذا هو اللي حكيناه. دونك الديابو لخصته هنا في الجملتين هذوما. دونك هوني باش نحكيو كيفاش نبدلو كود قاعد يخدم يدور عادي، احنا كيفاش نبدلو فيه والا باش نزيدو عليه. معناها تلقى حاجه تخدم c'est un paiement par exemple, je dis n'importe quoi, un de WooCommerce, le WooCommerce sera au plugin WordPress, le haut est le e-commerce de WordPress. Par exemple, j'ai une demande, tu dis que j'aime, et après que le client ait terminé, il خلص j'ai un code ou j'ai un SMS ou n'importe quoi. Donc la chose est قاعده تدور déjà, mais انت باش تبدل في الحاجه هذيك باش يولي فورورد لك ايميل اللي السيد هذاك شري ولا peu importe. Donc حاجه هذه كنا نجمو نعملوها just with functions. Functions هذو ما يتحطوا في وسط hooks و filters، انا باش نشوفوهم نشوفوا اش معناتها الحاجه هذيا. تخلي الفونكسيون تاعك اللي صنعتها انت الكومونيك
اكزاكتومون مع الفونكسيون بريسيز اللي قاعده ديجا تدور من قبل واللي انت باش تزيد عليها ولا باش تبدل فيها فونكسيوناليتي معينه. هنايا كي باش نحكيو على الهارت تاع ووردبريس لازمنا نعرفوا اش معناها الهوك. هاو تو هوك. الهوك عندنا هما انواع باش نسمعوا ياسر بكلمه اكشن وفلتر. دونك الهوكس هما عباره تولز ريالمون هما معناها دي فونكسيون ووردبريس فاهمهم. معناها الكيرنل تاع ووردبريس فاهم اش معناها هوك. كي انت تعطيه فونكسيوناليتي في وسط هوك يفهم البلاصه المعينه اللي يمشي لها. وهوني القوه نتاع ووردبريس كما قلت قداش تسهل الديفلوبمون باك اند. يعني تصور انت فونكسيوناليتي تحطها في وسط باكيج اللي هو هوك. الباكيج هذيك يكومونيكي مع البلاصه اللي حاجتك بها بالضبط باش يزيدك فونكسيوناليتي معينه عليها. دو تيل فاسون يربحك في الكون تاع بلاجين خاطر الاكثريه نتاع اللي بزوان فريمون بيرسوناليزي لازمك تشري على خاطرهم دي بلاجين. Et surtout, il répond que tu réponds facilement à un besoin très spécifique ou ma tchirch mané. Voilà, donc, they are the basis of the development of WordPress plugins and themes. Pas mal, il y a déjà des plugins qui m'a aidé à faire des plugins. La chose qui est très très compliquée, là, là, je m'en ai des plugins ou des thèmes. Donc, un petit peu, ça passe la chose qui m'a hacké. Donc, mané, les hommes. بيان ايفيدامون تخدم مع ووردبريس ووردبريس والبلاجين يفهموا بعضهم. يعني كي تمشي انت تصنع بلاجين يخرج لك في الداشبورد وتعمل له اكتيفي سيكو ووردبريس فهمه. باش توصل تصنع الحاجه هذيا لازم فريمون تفهم اش معناها اكشن وهوك. و سي فريمون انورم كان تحبوا تعملوا دي ريشيرش مي يونا بلان دو هوك و بلان دو فلتر اللي يخليوك تمس بلايص معينه في اي فونكشناليتي اللي موجوده في ووردبريس. اي فونكشناليتي فوالا وماكش باش تحفظهم راهو لي هوك ماكش تعمل حتى شيء. ديجا فما دوكيومونطاسيون توجور سور انترنت. جوست تكتب انت لا دوموند نتاعك مثلا تدخل على جوجل هوك تو كومونيكيت كذا مع كذا طيب يخرج لك فوالا. ناخذ فكره كيفاش الهوك شنو هي كيفاش هو لا ستركتور نتاعو كيفاش يخدم اكسيتيرا. هنا نحكيو كيما قلنا على نيفو افونسي اللي نجم مش ناس كل يكونوا انتريسي بيه but it's a must know. معناها لازمنا نعرفو اللي ووردبريس شنو هو فيه خاطر الناس كل مش في بالهم اللي هي حاجه بازيك وجوست فرونت اند وحاجه معناها ما نجموش نعملو بها حاجات افونسي مي نو سي با فري. ووردبريس نجم يعطيك اي حاجه تنجم تخدمها كيما ابليكاسيون تنجم تخدمها زاده في سيت ويب ووردبريس فوالا. دونك نحكيو على الهوك كيما ليتو هوني بالفيولي هما هذيا ستركتور نتاع الهوك ونتاع الفلتر. دونك لي هوك والفلتر هما فانكشنز بي اتش بي فانكشنز اللي احنا وي كان هوك انتو معناها ندخلو في وسطهم ونبدلو في معناها البلاصه سبيسيفيك اللي فيها فونكسيوناليتي ديجا قاعده تدور. دونك عندنا دو تيب كيما سمعتوني من قبيله نحكي فما فلتر فما هوك فلتر فما هوك اكشن. دونك الاكشنز هو اللي باش تبدل في الفونكسيونمون والفلتر هو باش تزيد في الفونكسيونمون. دونك هذايا الفرق ما بيناتهم. دونك هوني تحط اسم الهوك اللي ديجا انت باش تسيرش عليه سور انترنت. هنايا عندك الكول باك بون هذوما حاجات فريمون افونسي تنجم تحط الباقي ماهوش اوبليغاتوار جوست تحط اسم الهوك. وهنا الكول باك. الكول باك هي الفونكسيون اللي انت صنعتها وتحبها تخدم في الهوك المعين هذا اللي باش يكومونيكي لك مع بلاصه سبيسيفيك في وسط الكور تاع الووردبريس. دونك فوالا كيما تنجم الهوك هذاك تعطيه برايوريتي باش يكزيكوتي من الاول كيما تنجم معناها تزيد دي argument des arguments etc. نفس الحاجه يخدم بها الاكشنز فوالا. هذوما اللي هوك الاكشنز ماشي باش توسع فيهم ياسر خاطر سي كومبليكي اي نو بات اتس ا ماست نو. معناها اوما تعرفوا اش معناها فلتر اش معناها هوك كيفاش يصلحوا. قلنا دونك يصلحوا في الكرياسيون تاع حاجات افونسي تنجم تعمل بهم دي فونكسيوناليتي اكاهاو تنجم تصنع وحدك بلاجين في عوض تشريه تنجم تصنع وحدك تيم في عوض تشريه. الحاجات هذيا الكل باش توصل تكومونيكي مع الووردبريس بعد ما تصنعها لازمك تحطها في وسط الباكيج
وسط الهوك اللي هو نجم يكون فلتر كان باش تزيد فونكسيون جديده والا اكشن كان باش تبدل في فونكسيون معين بيجي توا منعرفش انا واضح ولا لي اللي حكيناه خاطر باش تعديو ليتس براكتس هوني باش نعملو معناها طلع كيفاش وورد بريس من داخل كيفاش الداشبوردينغ انا ككليون كيفاش نجم نبدل كيفاش نجم نزيد شنو هما الحاجات اللي يعطيهم لي غراتويتمون لي كونيسونس نتاعي كيفاش نجم نحطهم معناها كيفاش نجم نوظفهم باش نخرج ان برودوي فينال دونك هذه هي بارتي جوست باش ناخذوا فكره ناس الكل ماهيش باش تكون تري 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 فريمون ديتايي مي بور افوار اون ايدي باش بعديكا نفهموا اللي احنا شنو نجمو نخرجو بعديكا كاوتبوت فينال باللي كونيسونس اللي عندنا بعد ما عرفنا هذه الكل بعد ما عرفنا اش معناها شوكيس ويب سايت بعد ما عرفنا اش معناها دي لانجاج دو بروغراماسيون وعلاش نستحقو لهم بعد ما عرفنا القيمه زاد نتاع وورد بريس في المارشي علاش انا نوصل نخدم وورد بريس توا باش نعمل كرياسيون تاع سيت ويب فوالا دونك باش ناخذ فكره على الحاجات هذيا الكل براتيكمون هذيك الكل تيوريك توا باش تعديو الحاجات براتيك لازم يوما نسمع صوتكم نسمع لي كومنتير نتاعكم اسكو كليمي كان واضح ولا لا في البارتي تيوريك فماش شي حاجه فلو دونك سي فو بلي جاتون vos interactions. Puis, Yanni, mais t'es bien, c'est ma com, c'est le ch. Qui t'a dit, ouah, halou, mouro, cool, chai, ouah, famish, salam. Ok, fil, commentaire. On a fait une interaction, واحد ضايع جملة ومش عارف حاجة ونجمنا بسؤال وإلا إنا بريبونس هكا يفهم هو كل شيء ويرجع يشد الثنية ما يقعدش ضايع في الفاك فهمت شخطوه باش نتعادل البارتي براتيك ان بو ايه قد لي سيكلير نفسي قد لي سيكلير خمسة قالوا سبعة اي الحمد لله سبعة المهم وصلت الايدي كليرمون قد دخلت في حاجات سبيسيفيك وخفت لي يديعوا دو تيل فاسون جافي بزوان دو سافوار لورز اوبينيون كوا ثانك يو c'est un affaire pratique. Pratique et elle a vraiment juste pour avoir une idée. Mais la formation, ma Ahmed t'as ouais, je n'aime pas un programme from zero to hero. Akilhom Ahmed, tu as fait qui accélère le plus En fait, ça va se lancer au programme from zero to hero, pour que tout le monde apprenne comment appliquer par la suite, mais ça utilise un projet de zéro et comment il berge ou il est accessible, il est accessible, mais ça à tout le monde. بشي كما نقولوا باش نجم كما نقولوا يدبر دي بروجي فريلانس ولا يدبر خدمه في الحكايه هذيا وكل باش يدخل منها الفلوس معناتها عباره واحد باش يتعلم صنعه يولي منها هي يدخل فلوس وكل باش يكون بروجرام من الصفر يعني باش تعلموا البيزك ال اتش تي ام اس سي اس اس جافا سكريبت وكل والبي اتش بي وكيفاش هذا الكل تخدم به في وورد بريس تعمل به سي ديناميك تلقى فيه مثلا ليست برودوي تشري شنو المهم دي موديول هكاك هذه إن شاء الله باش نسيو على قريب كما نقولوا توا عبارة معناتها عبد باش ياخذ فكرة على أهمية الوورد بريس كيفاش نخدمو بيه كيفاش خاص هذوما الكل واللي يحب يكمل معنا إن شاء الله البروجرام كامل تنهبطو على البا إن شاء الله على قريب فوالا ميرسي بوكو أحمد دونك هذيك سيسخا كونسرني بالفورماسيون توا جوست بور أفوار أون إيدي باش ما يعني واحد كي يحب يدخل في الفورماسيون هذا يفهم روحو عارف روحه شنو يحب منها بالضبط لا فورماسيون اي سيبل كوا اكزاكتومون دونك فوالا والفورماسيون حتى كي باش نبداوها باش نبداو حتى باللي بريكي كيما قلنا لي لونغاج دو بروغراماسيون هذوكم اللي هما معناها اسونسييل باش انت تبدا ديفلوبي بيهم دونك باش ناخذ عليهم فكره باش نعملوا دي بريكي قبل كل شيء اي بوي نتعداو كيفاش نوظفوا لي بريكي هذوكا باش نخرجوا اوتبوت فينال اما ب سي ام اس اللي هو في الكام تاعنا اللي هو ووردبريس دونك فوالا في الكاب براتيك انا ريالمون ما حذرت حتى شيء مي باش ندخل كل شيء نعملو توا معناها قدامكم باش ندخلو كيما سالتني قبيله جو بونس على ووردبريس.com قالت لي شنو الفرق دونك هنايا انا عملت قبيله كرياسيون نتاع تاع سيت بي شكون يحب ساعة خلنا نسألكم شكون يحب يعمل براكتسينج اما فيسا تحلوا الناس الكل النافيغاتور
وتحطوا wordpress.com. ممكن بارتاجيت انا اللي قاعد انت تشوف فيه دوري قاعد تبقات انا اي البريزونتاسيون. اي اي اوكي اوكي في بالي في بالي جوست ثقة باكر يا احمد. هنحضر هنا الباج قلتكم يعني حبيت كل شيء يصير ليا ترانسبيرنسي قال الراجل. اوكي دونك بي شكون شحال نافيغاتور يجرب معانا بليز ريز يور هاند ولا تحبوا جوست تفرجوا؟ لا لا نتبعوا خي نجربوا زاد باهي خي نتبعوا نجرب بيه انت تابع خذ فكره مش بعديك تعوم بحرك تجرب قد ما تحب. اوكي ثانك يو فور يور انتراكشنز ايفري وان ميرسي. الوغ خليني نبارتاجي. البارتاج واضح قاعدين نشوفه في الفنتر. وي وي جريت يلا wordpress.com بي هنايا ماش كنت اني قبيله على wordpress.com دونك احنا جوست ما باش نشوفو الداشبوردينغ وكل هي براتيكمون نفس الداشبوردينغ اما هذا كيما قلت لك لا هي بلاتفورم اون لين تصنع بها اون لين السيت ولا البلوغ نتاعك نشوفو منا ومنا كيما انا عندي دي بروجي ديجا هوستين عندي معناها في اللوكال هوست عندي دونك هناخذ فكره على شنو wordpress.com بيسكو جافي لا كيستيون باش نعمل ستارت ماي ويب سايت. Là, je suis obligée de remplir le formulaire. Voilà. Et là, attendez. The name. I will create an account. باش نختار الدومين باش نسميه workshop wordpress بلا نسميوها احنا bridge workshop. بي كيما نشوفو هنا لي نوم دومين راهم بالفلوس donc on va essayer un truc free. Voilà, normalement oh, c'est bon, alors c'est juste quitter Jahaka. Select. Select. Voilà, Halli site web normalement en atao. هنا لا فاصون هذه راهي ما نخدمش بها برشا على خاطر على خاطر سي با سا معناها لو ديفلوبمون انا سورتو نخدم باك اند بات اتس اوكي حبني نعمل حبني نعمل بيمون. اوكي لحظة بركة بربي اي لي انا حبيت نجرب لقيت قلت اون فاي دو تيل فاصون انا جمت نكسي ديما من غير ما نخلص هذيك لازم نلوج عليها تاو سي با بيان دو فير كوم سا مي هذيك علاش نحيت الشيرينغ مي تخي خارك هو لازمك تخلص سا سي ايفيدون اما اين باش يمبرجيو لك خاصة هو باش يمبرجيو لك شوية اكسيسيبل وكل عملتها قبيلة عملتها اما تحيلت سا سي با بيان دونك انا شكون سي بون محجوب نفسي كان تحب تبارطاجي ليكرون تورينا كيفاش سي بون شنو هي صنع لك وكل
دي ماري قال لك افيك ان سيت غراتوي حمزة اللي يحب يبارتاجي طلع Et c'est bon, Hatena, c'est bon. Hein? c'est Bref. bon Ouais. Rikabal, qu'on a rendu partage. Partagé, c'est bon. Hein, Il a partagé déjà? Aïe. Non. T'as partagé, c'est bon. Lili, apparemment, partagé. Si t'es partagé. Ah, Lili. Chouf, chouf, partagé, mahjoub. C'est bon, t'es le kit. Emma, t'as pas partagé, t'es. Eh, c'est bon, là, je vais partager. Hein. C'est la fille. Oh, Ah, ok. Voilà. Anglais, nanana. Partagez. Aïe, aïe, remarque. Je ne partage l'intégralité de l'écran. Ratamarkit, chenille la fenêtre, tellement à la barge. Arrêtez, là, l'intégralité. Ben voilà, send me to the bridge. Ben هنا عندنا site web نتاعنا. ما جيت سير التصوير. Ah bon? Normalement c'est bon. Non, j'y étais. Très bien. Ok. Ben, كي باش تحل باش تلقى الداشبورد. أول حاجة. خلينا نعملو طلع على السيت دونك جوست تكليكيو على هنا انا راني بدلت له الاسم دونك تكليكيو جوست على الكوتي هذايا او الليست باش تلقى اسم السيت نتاعك تنشوفو بعدي كيفاش نبدلو فيه دونك باش تلقى باج نورمالمون فيد والا فيها اي تيم شكون قاعد يجرب معانا يقول لنا شنو خرج له Bonjour tout le monde, انا طلعت لي. طلعت لك بونجور تو الموند. بي انا جوي اريتي. تعرف شنو نعملو عندي فكرة. واحد فينا يكون بينيفولا وانا نقول له شنو يعمل هو يعمل. ومنها يربح هكا اكسبيريونس رابيد مع كوتش. بالضبط. فوالا فوالا I will stop sharing. اللي بارتاجا بكري اللي يحب كان يحب يعمل شكون بينيفولا اللي بارتاجا بكري انا جوست باش نقول له شنو يعمل شي يولي هو بده يعرف يمانيبولي معناه انا شكون بارتاج تري تري بيان لازم يكبر ليكرون خاطر كيفاش كبرها بي تكليكي وين فما تيتر دو سيت اسمك محجوب سي سا محجوب نحيك الميكرو لو تنجم تو انتراجي معانا يا با دو سوسي انا مع بعض نسكول اعمل ماسكي هاي كليك هذيك صح داكور بون سي بون كليكيت عليه التيتر خرجت لي بونجور تو الموند 5 نوفمبر اسمع كليكي على التيتر اعمل كنترول كليك نحبها تخرج باج وحده كنترول كليك على التيتر اوفرير فوالا فوالا خرجت لك باج فارغه وي فوالا شو وورد بريس حتى كي باش نعملو بورد بريس بون اورغ معناها باش نهبطو كل شيء عندنا ونحضرو لونفيرونمون وكل شيء راهو على باز باش يجيك باج نيكد فارغه ما فيها حتى شيء دونك اول حاجه احنا لازمنا نعملوها اللي احنا نعطيو ديزاين للسيت هو الورد بريس الحاجة بيه فيه ماكش باش تقعد انت تعمل انتجراسيون تاع ماكيت ولا ديزاين تخدمه وحدك بون هو سي بوسيبل باش تعملها بيان سور اما يعطيك دي تيم حاضرين اون فوا اكتيفيت التيم هذيك السيت نتاعك يولي بين فيه او موان هكا معناها منظر ولا ديزاين تنجم انت بعديكا تخدم عليه وتبدل فيه دونك محجوبة رجع لي للداشبورد تحديد دونك باش نمشيو نعملو توا معناها باش ناكتيفيو تيم لي تيم اللي موجودين ونشوفو شنو باش يخرج بي في معناها البارتي الكري اللي على جنب باش تلقى ابارونس نورمالمون اهبط اهبط زيدا ابارونس هوفري عليها باش تلقى لي تيم نتاعك
فوالا اي تيم يعجبك ادخل وكليك عليه، هذوما كلهم دي تيم غراتوي اعطيهم لنا wordpress.com. اختار تيم بو امبورت ادخل وكليك عليه باش تلقى من فوق اكتيفي سو ديزاين غراتوي هكا روز وحده كليك عليها اكتيفي على جنب اللوطه روز فوالا هكا اعمل افيشي لو سيت فوالا شوف الباج اللي خرجت لك عاد ريفريش ذا بيج والا ارجع للداشبورد وكليكي على الاخرى نتاع التيم موديفي لا باج داكول بون لي بيان اكتيفي نورمالمون اسمعني apparemment le thème نتاعك ما il n'a pas été activé. Bien bizarre, خاطر انا activé ou activé donc normalement l'étage à tâche. اختار تيم اخر سين ابارونس اختار تيم هذاك اكتيفي سو بلاجي هي wordpress.com راهو ان بو هكا كليكي موديفيي لا باج داكوي اه سي بون هذا يمشي طيب هذيك بدات مشكله في التيم بيشوف انا حاجه ما ازين كنت حاب تو تنجم تموديفي عليها وتبدل لا حاجه ما ازين ايماج حاجه باش نشوفوا احنا شنو نجمو نزيدو ماشي لي شون توكا كان هذايا اللي مشيت مليقله ديما الحاجات الفريره ونجمو نلقى فيهم مشاكل معناها سي با غراف اما لا بو اريفي كوا بانت توا دخلت عباره باش تبدل في الباج باش شنو باش تعمل انت توا كليك على مون سيت هذيك على جنب فوالا رجعنا هوني للداشبورد شنو نجمو نعمل هذي تم بتجيبي تمبليت حاضر باهي دونك احنا شنو عملنا توا خلينا نعمل كونكلوزيون دونك مشينا في الداشبورد فما انجلي اسمه ابيرنس ابارونس فيه تيم فيه بيرسوناليزي فيه منو فيه ام بي فيه سي اس اس اديسيونيل هذوما ديجا عطيهم لي wordpress.com اللي نجمو في البوان اورغ ما نلقاهمش الكل مي يونا دي بلاجين اللي يزيدوني الحاجة هذوما كيما سي اس اس اديسيونيل راهو هذيك نجمو ما نلقاهوش معناها يعني في داشبورد نتاع سيت اخر وورد بريس مي سي با غراف راهو يتزيد باش تحط فيه انت سامحني السي اس اس بيرسوناليزي نتاعك انت تحب تبدل في معناها في كولور ولا في بو امبورت نجم تخدم بهذيك مي احنا مش نعملو الحاجة هذيك توا خاطر برشا معانا ما يعرفوش لو سي اس اس كيفاش نخدمو بيه دونك نعملو حاجات عاديين باغ اكزومبل اون فا كريي اون باج مثلا ارجع لغاديكا كليكي على مون سيت الفوق على اليسار اي شعر باش تلقالي انجلي باج فوالا اهبط شوية اهبط شوية فوالا باج اجوتي ارجع اسمعني la partie de gris page voilà ajouter très bien نستناو انا مستغرب في ورقه بيضاء به اقفوني توا محجوب باش نشوفوا شنو هو en fait كيف كيف wordpress.com يعطيك حتى دي ديزاين تاع دي باج وانت تموديفي عليهم والا تخدمهم هو بيدهم دونك هنا ينجم يختار هو اي ديزاين تاع باج سولون نيد نتاعو كان هو يحب تصويره يحب تيابو يحب اكونتيون يحب ايماج دونك تنجم تسكرولي محجوب تشوف باج تعجبك بو امبورت وتكليك عليها هذوما كل دي ديزاين ديسبونيبل
وظن حاجة ما أزين. إيوي ماش. لا هاي مسج. هاي مسج حط هاي كليك. فوالا. هوني الباج زدت لك. أما فيش زدت لك في البرويون تاعك. ما تنزل على شاي بلي محجوب. جست سكرولين على جنب باش نشوفوا الباج كيفاش هابطت عنا. تهبط 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 تهبط. فوالا هذه الباج حاضرة باش تنجم انت بعديك تعمل عليها دي موديفيكاسيون تبدل تزيد تنقص من غير ما تقعد تعمل فيها من الصفر اللي هي حاجة تربح في برشا وقت وديجا تعطيك حتى ديزاين مزيان معناها الكل باش تلقاهم ديما اب تو ديت معناها والديزاينرز تاع وورد بريس ديما يخدموا مع الكوميونيتي نتاعهم دونك لهنا الباج باش تتسجل عندنا باش ما تطيرش فما بوتون الفوق على اليمين بوبليي تكليك عليها بوبليي فما voir la page حلو نشوفوا الباج نتاعنا فوالا هذه هي الباج نتاعنا نهبطوا شويه فوالا دونك كيما لينا معناها بدو كليك اكتيفينا تيم مزيان عملنا كرياسيون تاع باج توا نجمو نبدلو في الباج هذي بيدها والباج هذي اكسيسيبل اي واحد فينا توا نجم يبعث له اللين ولا عندي ولا تنجم تبعث لنا اللين اي واحد اكسيسيبل اما هو برك عنده داشبوردينغ نورمالمون بالضبط معناتها اللي عنده فكره مثلا يحب يخدم بروجي ولا حاجه ولا يحب يعمل سي في اون لين جوست ينجم يدخل كلك كليك يموديفي باش يموديفي ويبعث السي في نتاعو ولا يعمل السيت ويب نتاعو فيترين وكا باهي انا ماما ما تتحلش عنا خاطر ابارامون هو برك نجم يكسيدي لها خاطر سي غراتوي ابارامون ولا ليه هو عطاك نوم دو دومين اي في بال تتحل عادي نورمالمون يخصك بابلش بعد كده نورمالمون باش تعملها بيبلي لا هي تعملت نورمالمون بيبلي محلولة عندك ليك لمليك اما ما نجموش نكسي ما تفاليدتش ولا حاجة اتس اوكي اتس اوكي هو هذيك الايام تاعها اتفاق درا شنو لا 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 مش نفس اليوم سلاش ابروبو احنا اللي بعت هنا ووردبريس كوم فيو لا لا هذيك ما تتحلش هذيك خاطرك انت كونيكتي بالداشبورد اسم اليوم هذيك الفيديو ابعث هذيك بعثها ديجا قبل وكان لي الاولاني لا ولا ما تحلش باسكو سي غراتوي لا اون بو با اكسيدي سا ما تحل حتى واحد نسيت انا من فوق على جنب على اليمين اكتيفي لو سيت ما عملها مقبله ولا اكتيفاسيون اكتيفاسيون اي ما خاطر غراتوي اي احنا كي نمشي اكتيفي راه باش يشري راه علاش مختار واحد غراتوي فماش واحد غراتوي ما نعرفش انا جربت قبيله مشيت ما جربتش حاليا غراتوي لا بروميير اني هذيك علاش هو محب ياخذ كارت هذيك ترى جرب كليك عليها محجوبه ولا اي ما اون بو با اون بو با او موان 4 اورو جو بونس بيهي مش مشكلة المهم عنا الداشبوردينج احنا محلول اي واحد كيما عمل كيما محجوب ينجم يدخل الداشبوردينج ويعمل اساي وكهو باقي لازمو بايمون واحنا في اللي فاسون كل ما نمشيو نقعدو نخدم wordpress.com كان باش نلانسي ولا فورماسيون سو كي سون انتريسي ا بروبو معناها ا بروبو دو سا معناها باش نشوفو كيفاش نخدمو بمانيير بروفيسيونيل وانا باش نرجع سامحني اي فوالا تحطه في الاي تي بوكس في الاكزام ولا تحطه في الدبليو في دبليو في الويب سيرفر ولا فوالا دونك انا باش نقول لكم شنو هما لي لوجيسيال اللي باش نخدموا بهم كيفاش باش نستليوه على اللوكال هوست وكيفاش ندوروه على اللوكال هوست والخدمه كيفاش تصير بنظافه على اللوكال هوست دونك جوست هوني باش نشوفوا ابري كيفاش يخدم وورد بريس ou dashboarding كهو باش ناخذوا فكره مي سي با فريمون سا سي اون بو افونسي دون سو دومين لا سي با فريمون سا كون بو يوتيليزي ها c'est juste peut-être pour créer un blog personnel, peut-être au maximum.
دونك مثلا تنجم tu peux changer اهبط شويه بربي محجوب تنجم تبدل كلمه ابروبو بيدها جوست كليك عليها جو بونس ها ما خرجتلكش كان تهوفري عليها باش يخرج لك هكا مربع ابيض كان ما خرجتلكش سي با غراف مثلا ما نجمش تجرب موديفي هي هذيك الباج جوست في الفيور باش باش تشوفها اما باش تبدل في الباج لازمك باج ايديتابل فوالا ترى جرب توا كليك يخرج لك مربع فوالا حاجتها هكيك فوالا نجم تبدلها تنجم تبدل التيتر سميها بروميير باج سميها بلوغ تو سكو تو فو يس نهبط شوية هوني عنا تهبط شوية فوالا هوني عنا ادريس تليفون دونك تنجم تبدل معناها هوني نشوفوا قداش هو فليكسيبل باش انتي تعمل موديفيكاسيون توا نحاولوا في اخر الباج نزيدوا سيكسيون لينا احنا ترى هبط لي لوطه بالكل محجوب بي يو كان جاست هوفر للي من غير ما تبدل هذيك الكل احنا نحبوا نزيدوا سيكسيون توا مثلا زيد اهبط لي سكرولي لوطا سيل تو بلي ميرسي بوكو ترى هوفري فوق اي بلوك اعمل هوفر فوالا لي بلوتو هوفر هذاك بلوك ديجا حاضر انا عدي السوري نتاعك فوق البلوك الابيض هذا اللي فيه تيمونياج مثلا فهمت هذا اي بلوك عادي جوست السوري نتاعك باش يخرج لك خط ازرق طويل فيه بلوس في الوسط حاجه كيك بين ناحيه البارتاج نوري كيفاش ناحيه البارتاج اي سي با غراف بي يو كان سي ماي سكرين رايت بي نجم تشوفوا هالباج نجم تشوفوا الباج ولا وي وي اه تري بيان بي دونك فور اكزامبل لهنا مثلا عندي هذا البلوك بلوتو خلينا نعمل كرياسيون تاع باج خير خير من باج انا عملت كيفكم قبيله اوكي فوالا بوست بيج مثلا انيو faire du n'importe quoi peut-être je vais choisir cette page là voilà c'est la page de Deadly donc voilà edit et la bloc بهذا البلوك هوني مثلا باش نزيد بلوتو نحب نزيد هوني حاجة هكا فوالا هوني نحب نزيد مثلا باراغراف ولا جروب هوني نحب نزيد جروب شنو باش نحط فيه الجروب بوتيتر نحط فيه هنا نلقاو سام فيتشرز حاجات نجم تحطهم انا نحب نقول مثلا جاليري لان هنا انا زدت جاليري في البلوك هذايا نعمل upload this is my files نجم نختار اي تصويرة نحط for example اي تصور مثلا هذي مثلا نختار تصويرة اخرى n'importe quoi فوالا نحطها مثلا سلايد شو عباره سلايدر يولي هكا معناها شوف قداش فليكسيبل معناها تنجم انت الجاليري تردها سلايدر تردها من غير ما
تنستالي حد شيء غير تاع حد شيء جوست تختار دونك فوالا هذه هي الباج نتاعنا بعد ما زدتها سلايدر نعمل بريفيو بريفيو ان تاب دونك هذه هي الباج الجديدة نتاعي وانا هنا زدتها سلايدر وحدي دونك فوالا كيما نجم زاد نزيد فوقها باراغراف copy insert after شنو عنا اخر كيما نجم نعملو دوبليكي زيدا نجم دوبليكي حاجة متقعدش تعاود تكتب فيها نجم دوبليكي بلوك بلوك كامل زيدا عنا فازة اخرى زيدا نجم نعملوها بورد بريس لهنا تعمل اد معناها يولي البلوك هذاك تنجم تستعمل في برشا بلايص جوست تعطيه اسم مثلا البلوك هذا نسميه جاليري الجاليري هذيك تنجم في اي بلاصه تعاود تنسريها هي بيدها تعمل كوبي كولي اكزومبل لهنا فوالا شنو اخر نجم نعرفو كيف كيف لهنا باش نلقاو بارتي على اليمين بارتي هذايا نجم نزيدو فيها كاستم حاجات كاستمايزد نجم تختار الكتيبة معناها التيبوغرافي متاع الكتيبة متاع السيت par exemple هكا هكا حاجة هذيا بعدي كان نجم نردوها بيرسوناليزي وحدنا بال CSS هكا هاو نورمالمون ديما تعمل publish وإلا update باش تسجل معناها لي موديفيكاسيون جدد نتاعك حاجات أخرين نحبو نتعلموهم par exemple كيما أنا لهنا حطيت للسيت اسم سميته ذا بريدج لهنا كي تلودي باش تلقى اسم السيت باش تلقى اللوجو الصغرون هذايا اللي هو يعبر على الايدنتيتي نتاع السيت فور اكزامبل احنا لهنا هذيك كيفاش نعملوها ووردبريس عنده السيتينغز نتاعو تدخل للسيتينغز تاع ووردبريس باش تلقى هنايا البارتي هذه تحط فيها سي تري تري سامبل معناها تحط اسم السيت تحط معناها تاج لاين للسيت هذه تساعد في السي او معناها كي تعمل ريسيرش هذه تساعد جماعة ماركتينغ في السي او هنا يو سيت ان ايكون جاست فور for the heading فوالا تحط اللونغ اللي تحب عليها زيدا تنجم تختار اللونغ عربية اسبانيول بامبورت كيما وورد بريس معناها يعطيك دوتر بوسيبيليتي مثلا دي بلاجين باش يو سيت ديفرنت لانجويج ان ذا سيم بيج معناها تنجم باج تكون فيها بليزيور لونغ اما هذيك سي ان بو افونسي لازمك تعرف كيفاش تكونفيغوري سيرتو لي بلاجين نتاع ترانسليشن Voilà, هذوما quelques connaissances يوما لازمين مو تعرف تحط الاسم للسيت نتاعك اللوجو اللي يخرج هوني في البارد تاعك also لازمنا نحكيو على البلاجين دونك فوالا هذايا تخليك تهبط بلاجين هنا اي بلاجين تحب عليه تنجم تلقاه باغ اكزومبل كونتاكت فورم سيت هو اكثر بلاجين نستعملوه في لي كونتاكت فورمولير sinon تنجم تلوج مثلا اي كوميرس تنجم تهبطو ونشوفوا معناها بعديك وين نجمو نوصلو بيه هنا يا كرياسيون تاع باج هوني كرياسيون تاع هنا كان باش تعمل ابلود لاي ميديا كان باش تستغلو من بعد ولا تحقلو من بعد هنا يا تعمل كرياسيون تاع بوست بوست سورتو كيما اكтуаليتي تسمى بوست دونك ووردبريس بار ديفو يعطيك لا بوسيبيليتي باش تعمل كرياسيون تاع بوست وحدك باغ ديفو نورمالمون تنجم تزيد زيد هنايا يو كان اد لايك يا جاليري ايماج سلايد شو معناها عندك لي بوسيبيليتي الكل تيوتيليز معناها دي تروك بور معناها انفان تخرج باج بيان ليزيبل ومزيانه وسلون انت حاجتك بيه دونك تحطيها تيتر تحطيها معناها ديسكريبسيون الباج نتاعك
زيد اللي تحب عليه في الباج كما قلنا ديما تنزلها على البلوس هذايا يخرجوا لك الفيتشرز الكل وهذايا لما غادي يخدم بها wordpress.com احنا ان شاء الله كي باش نعمل فورماسيون باش نخدموا على لا بارتي بروفيسيونيل اللي هي wordpress.org اللي انا كي خرجت لك ليكول نتاع ليكزامبل تخدم .com تخدم ماكش .org شنو هي ليكول نتاع ليكزامبل ليكول اكزامبل انا حاطه انا حاطه انا حتى نلقاها تصويره عندي في الـ في الـ في البي سي نتاعي تصويره ليكون حطيتها نبدلوها يا سيدي wordpress.org باش تخرج لك ليكون هذيك انا ليكون هذيك حطيتها جوست ايدنتيتي للسيت نبدلوها دان سي بون فهمتك اتاك تبدل لك طب اوكي Donc, Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut donner pour aujourd'hui. Les détails ou les choses techniques, on est à Ahnabchnachmo d'une façon qui m'a hacké. باش نستالي ونحطو عنا سي با تري تري كومبليكي مانيش باش نخدمو فاصون ياسر معناها معقده باش نعملو حاجات فريمون معناها سامبل بي اتش بي سي اس اس لاركيتكتور باش تكون هكا باش نفهموها ايتاب بار ايتاب من زيرو كل شيء ما نتعديوه الا ما نفهموه دونك لا فورماسيون اي باش بازي سور سيت اركيتكتور لا سا سي بور بوتيتر كريي ان بلوغ بيرسونيل او سامثينغ معناها عادي على الاخر كيما قلت لازمكم تشريو نون دو دومين باش تستعملوه او موا عرفنا كيفاش نعملو كرياسيون تاع بوست عرفنا كيفاش نحطو تيم للسيت نتاعنا كيفاش نكتيفيوه عرفنا البلاجين زاد مين ندخلو كيفاش نهبطو بلاجين عرفنا سيتينغز نتاع السيت كيفاش هوني زاد وي كان اد سام يوزرز لان تحب تزيد يوزر اخر تنجم تزيد يولي كل واحد يدخل باللوجين والباسورد نتاعو qui m'a aidé à finir vous avancer, n'ajoutera pas des plugins, article capabilities ta every user, manière que le user limite ou le hajet les nages méditerrom ou le hajet les nages ma, il me semble le hajet l'île bien évidemment. Donc voilà c'est tout ce qu'on peut voir pour aujourd'hui, dashboarding, little practicing, amène interaction au radin, donc nage mon coulo, on a quand même laissé l'amener en allu. C'est là. Merci beaucoup à l'audour de vous ça m'a vraiment motivé. J'espère que vous avez une idée à la WordPress. Vous avez vu que vous avez le site web WordPress. Vous avez vu WordPress. Vous avez vu que 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 vous avez vu connaissance vous avez vu deux clics création de page ou thème, etc. دونك احنا كاين باش نخدموا على مع احمد على حاجه نتاع تبدا كامله دونك باش نخدموا على حاجه ان بو بيان ستركتوري سور دي بون باز سور اون بون اركيتكتور فوالا يا عايشك مرحبا بكو ايفري وان سينو شكون عنده كيستيون حاجه قبل ما نكملوا حبيت نشوفوا اكزومبل على الفاكتور بيمون une formation en fait on m'a dit des modules ça prend du temps les configurations ou le paiement à la clé des chez l'API ou l'API facture configuration ou le commerce les factures à jour je me l'ai acheté par le commerce monsieur oui dit qu'il a installé installé c'est la facture là chouf le commerce ça va je te mets les produits nتاعك ou تبيعهم déjà باش توصل تبيعهم لازمك تبدا عندك لي زابي اللي انت باش تخدم بهم في السيت شاريهم عندك الكلي نتاعهم باش تكتيفيهم تولي تشري يخرج لك في الداشبورد الاوردرز اش معناها الاوردرز الحاجات اللي شريوهم العبيد واضحش نوصلوا الفاكتور الفاكتور هذيك تيرم اخر جمله ماهوش باش يعطيهولك كوميرس هو فيتشر اللي نجم يكون انت تهبطو وتكونفيغولي تشوف الدوكيومونتاسيون اي الفيتشر هذيك باس بالفلوس راهو باش نبداو واضحين Ça, je pense pas que c'est gratuit, même si c'est gratuit, là, ça sera pas vraiment quelque chose. L'instant, je me parle à l'air. Qui m'attache à traiter ma voix de créer un autre niveau avancé, à traiter ma voix. C'est l'ordre, c'est l'ordre, c'est l'ordre, c'est l'ordre, selon le modèle, il est très bien.
دونك اما هو راه فيتشر بلاجين باش تهبطو باش يكونيكتي روح مع وو كوميرس، وانا متاكده اللي هي حاجه كيما هكا باش تلقاها بالفلوس، حاجه رونتابل كل شيء باش تلقاها بالفلوس، والكونفيغوراسيون كيفاش باش تستعملها، معناها اي حاجه عندها دوكيومونتاسيون نتاعها تنجم تتابع لا دوكيومونتاسيون، معناها tu fais une bonne recherche sur ça et tu معناها poursuis la documentation pour activer ça. Voilà. D'accord, فهمتك. Merci. Welcome. Sinon, شكون عنده question؟ Sinon, نكونو كملنا. فماش question؟ Ok, ok. Merci, Emna, à la formation qu'elle t'a d'ailleurs.